لنفسي على كتاب الله، على سنة رسول الله، وعلى الصداقة، وعلى الصداقة المسلمة. المشهد ده بالنسبه لسالم متاخر يجي 15 سنه. هو بيتاثر قوي، هو عاطفي قوي قوي، وفي مشاعر كتيره جدا متخبطه وطال انتظارها وحاجات كده. ف يعني دايما اقول له يعني نفسي اشوف بعينيك. نفسي. ما انا هو والله بارك لك وسعدتك سعيدك يا ربي. مش عايز اقول كلام نمطي، بس الدعوة تخصكم وتخص كل احبابكم وقرايبكم واولادكم. ربنا يخلي العلاقة دي فيها كده ود ومعروف لكم ولكل اللي حواليكم يا رب. امين امين يا رب. هو طيب. اصلا ساعات مش مصدق، يعني بعد اقف له ساعات احلف له يعني 100 يمين في البيت، اقسم بالله اتجوزنا، اقسم بالله اتجوزنا، عشان يصدق ان احنا مع بعض. انا في ناس يقولوا لي مراتك مين؟ مين كومبتيتيف اكتر؟ مين عنده حس تنافسي؟ انت رياضي سباح؟ لا بس انت ده انت عندك حس منافسة عالي جدا. حارات اولمبياد؟ لا طبعا يا فندم، ده تنافسي، ده انا غلبانه ده الاول يا مفعل. طيب احنا الحلقه دي في اسبوع الفالنتاين، اسبوع عيد الحب، خلينا نعمل نسالكم مجموعه اسئله عامه ونشوف مين اللي هيكسب. اسئله على فكره مش شخصيه خالص. اوكي انا بحب اللعبه قوي. ما انت عارفه ايه بحب اللعبه جدا. عنتر وعبله من اشهر قصص الحب في التاريخ العربي. كان ايه مهر عبله؟ 100 ناقه حمراء من بلاد النعمان. يخرب عقلك ازاي عارفها كده؟ مش بعير. قولها، قول تاني كده. 100 ناقة حمراء من بلاد النعمان. برافو عليك. انا قلت هيفتكر 100 ناقة. لا هم دول لازم يبقى اسئلة سرعة، يعني لازم الحق اجاوب بسرعة. انا كسبت. إيه ايوه هو 1-0. واحد. ايه ده ازاي عارف كده؟ لا ده انا هفوق لك. طيب اذكر جملة شهيرة ذكرت في فيلم عربي شهير بتنم عن انه كلمة الست في البيت هي اللي بتمشي. ما تنزلش تنزل الارض ابدا. حرفي حرفي ينزل المرات. بس انا والله انتوا الاثنين انتوا الاثنين قلتوا 2-1. انتوا الاثنين اخدتوا النقطه. نورماندي 2 نورماندي. طيب لماذا يتم وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى جنب القلب؟ ها عشان الخطوبه في اليمنى. شوفي بقى يمنى ويسرى اساليهم هم يردوا عليك. يعني بصوا، يعني هو قديما كان يعتقد انه البنصر او الخاتم اللي هو في الشريان بتاع القلب. برافو. طب انا قلت اجابه صحيحه. يا سلام. لا انت قلتي جنب القلب. لا 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 انت قلتي جنب القلب. ما دام هو كانوا بيعتقدوا انه في شريان بيوصل من البنصر الشمال للقلب. طب ما دام منى حضرتك كده بتحمرقي واخده صفه زياده. انا عايز احكم عليك يا بص. بس هو اللي قال اجابه اقرب للصحيحه. خلاص اذكر اسم ثلاث افلام او مسرحيات لها علاقه بالجواز او الارتباط. المتزوجون جواز على ورق الطلاق، الجوازه ايه؟ لا مفيش جوازه بطله. البعض يذهب المأذون مرتين بس ده مأذون بس. مظبوط مظبوط. اوكي ماشي. يبقى انت قلتي ايه بقى؟ ثلاثه. المتزوجون وهو قالها، قلت الجواز على ورق الطلاق، وقلت البعض يذهب المأذون مرتين. واجابه نقطه بتاعتك بنقطه. شكرا شكرا. اللي هيقول الاول مثل، اي مثل عن الجواز هياخد النقطه. الجواز اسمه نصيب؟ لا ما هو ده مش مثل. دي قول مش مثل يعني. الجواز اللي جت الحزينه تفرح ما لقيتها ما تلاقيهاش مطرح. ايه علاقه ده بالجواز؟ ما هو دايما يقولوه في الافراح لما واحده هي تيجي تتجوز. لا مش في الافراح. لا 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 مش قادر على المهر. مهره وعائلها اخلي سبيلها. اول ما اسمع المثل ده بس اجابه شكلها شكلها صحيح. 4-3 سنين. تمام. مركزه له قوي ما تقلقش. في مسلسل الحاج متولي
من هي أيوة. الزوجة الثالثة؟ نعمة الله. لا اللي هي سمية الخشاب. لا ما هي أول واحدة ماجدة نعمة الله. غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق وإجابة صحيحة. اسم الشخصية. لا مظبوط. فادي عبد الغني، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، وبعدين تقريبا جت مونيا في الاخر. ده كده احنا وصلنا للتعادل، ودي طبعا اجابة غير مرضية لا لسالم ولا لينا، احنا عايزين حد يحكم على حد، فلازم يبقى في ايه في سؤال. قلت اسم الشخصية يعني ادوني حاجة، مع انه فالنتاين وبتاع، بس سؤال كده ايه. اذكر نوع واحد من الحيوانات تقوم الانثى باكل الذكر بعد موسم التزاوج. النمر مثلا؟ لا النحلة. النحل. ملكة النحل ملكة إجابة النحل. صحيحة. والعنكبوت. والعنكبوت برضه. أيوة اكسبي اكسبي. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.